السلام عليكم. إيران فاجأت الولايات المتحدة الأمريكية بالدخول على خط الاشتباكات والمواجهات الخطيرة التي تجري بالقرب من الحدود العراقية وتحديدا في الداخل السوري، وهذه الاشتباكات التي نتحدث عنها هو ما يجري بين قوات سوريا الديمقراطية والعشائر العربية. هذه الاشتباكات أساسا اندلعت بسبب أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت بهذا الشكل في 27 من أغسطس أي نهاية الشهر الماضي عن عملية عسكرية موجهة ضد تنظيم داعش الإرهابي، ولكن المفاجأة الكبيرة بأنهم ألقوا القبض على هذا الرجل رئيس مجلس دير الزور العسكري ألا وهو أحمد الخبيل أبو خولة، وذلك بسبب اتهامهم له بأنه متورط بعمليات للفساد، يتعاون مع نظام بشار الأسد، متورط بالعديد من القضايا الخطيرة. تنظيم داعش الإرهابي ازداد نشاطا بشكل كبير في المناطق التي يديرها، وبالتالي ألقوا القبض عليه هو وعدد من القيادات في العشائر العربية. لم يطلقوا سراحهم واندلعت الاشتباكات الكبيرة. وطبعا المشكلة بأن هذا المجلس الذي نتحدث عنه مجلس دير الزور العسكرية العشائر العربية أو قوات سوريا الديمقراطية، الطرفين مدعومين بشكل مباشر من قبل القوات أو قوات الأمريكية أو التحالف الدولي. وهنا بدأ التحالف الدولي بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية طالب بالتهدئة من قبل الطرفين، توقفوا من كل ما تفعلونه لأن هنالك هدفا مشتركا يربطنا ألا وهو مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وأن مثل هذه الاشتباكات ستساعد تنظيم داعش الإرهابي للتصعيد وإيجاد ثغرات لاستغلالها في المنطقة. وأرسلوا وفدا بعد ذلك، لاحظ في 3 سبتمبر أرسلوا وفدا أمريكيا إلى العشائر العربية من أجل حل هذه المشكلة، ولكنها لم تتوقف، وهذا ما استغلته العديد من الأطراف، وواحدة من أهم الأطراف طبعا هي إيران. كما تحدثت إيران إنترناشنال وعدد من الخبراء الذين تحدثوا عن معلومات خطيرة للغاية بانخراط الاستخبارات الإيرانية وإيران في هذا الصراع بالدرجة الأساس. كذلك الاندبندنت العربية تحدثت عن هذه المسألة، ولو لاحظت بأن الحديث هنا يأتي عن سوريا وعن العراق أيضا في نفس الوقت، خطة كبيرة للغاية تأتي ضد الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأساس، وتبدأ من الانخراط بهذه الاشتباكات التي ذكرناها أو نذكرها لكم الآن. وطبعا واحدة من أهم الأطراف التي دخلت على خط هذه الاشتباكات الغير إيرانية طبعا هو الجانب التركي. رجب طيب أردوغان الرئيس التركي أعلن دعمه للعشائر العربية، وكذلك أن هنالك يد خفية بحسب نيو لاينز ماجازين كما ترون، تحدثت أن هنالك يد خفية للنظام السوري في دعم العشائر العربية ضد قوات سوريا الديمقراطية بالدرجة الأساس. ولكي نفهم بالضبط على الخارطة ما الذي يجري، فهذه الخارطة التي ترونها هنا طبعا نهر الفرات، وهذه النقطة هنا هي عبارة عن مدينة الميادين المعروفة التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وهنا قاعدة حقل العمر النفطي التي طبعا تتواجد فيها قوات التحالف الدولي. وبالنسبة للعشائر العربية هي منتشرة من بلدة ذيبان التي ترونها هنا في الحوايج وفي الشحيل وكذلك في البصيرة التي ترونها هنا. وقوات سوريا الديمقراطية انطلقت بعمليتها العسكرية قادمة من حقل العمر النفطي من هذه القاعدة، ودخلت طبعا في اشتباكات مع العشائر العربية بسبب الأسباب طبعا وبسبب الأمور التي ذكرناها لكم قبل قليل. بالنسبة لتركيا، لماذا دخلت على هذا الصراع؟ لسبب واضح، إنهم يريدون إيذاء قوات سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب الكردية. هم يرون بأن هؤلاء كلهم حزب العمال الكردستاني، وهذه الأطراف هي أطراف تهدد الأمن القومي التركي، ولا مصلحة لتركيا أبدا ببقائهم أقوياء بهذا الشكل، ولا بد من إنهائهم. لذلك هم يدعمون العشائر العربية بشتى الوسائل، حتى بالطائرات المسيرة في إعطاء المعلومات أو غيرها للعشائر العربية لمحاولة إيذاء طبعا الجماعات الكردية أو القوات سوريا الديمقراطية الموجودة شرق نهر الفرات في هذا الصراع الذي نراه اليوم. أما بالنسبة لنظام بشار الأسد وإيران بالدرجة الأساس ودخولها على هذا الصراع، هو يأتي من أجل إيذاء هذه القوات وأهم حليف للقوات الأمريكية الموجودة طبعا في سوريا، يريدون إيذائهم قدر الإمكان كمرحلة أولى للتهيئة لمرحلة ثانية ألا وهي إخراج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط وتحديدا من سوريا. وكنا في الشهر الماضي وفي الأشهر القليلة الماضية أيضا أمام تقارير كثيرة مرتبطة بأن هنالك ترتيبا إيرانيا من أجل إخراج القوات الأمريكية من هذه المنطقة بشكل عام. على سبيل المثال معهد
دراسات الحرب الأمريكية الذي ترونه ISW كان قد أوضح بمعلومات استخبارية أمريكية واضحة بأن هنالك تعاونا إيرانيا روسيا مع نظام بشار الأسد من أجل إخراج القوات الأمريكية من سوريا. واندلعت هذه الصراعات والاشتباكات وها هي إيران تدخل على هذا الصراع بحسب ما تحدثت عنه إيران انترناشنال أو حتى الاندبندنت العربية. والمثير بهذا الأمر كما تحدثنا أن العراق يقع طرفا أو كطرف في هذه المعادلة، فالتهديدات الإيرانية التي رأيناها مؤخرا من الخارجية الإيرانية تجاه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان بسبب عدم نزعهم السلاح أو عدم تطبيق الاتفاق مع العراق بعد 19 من سبتمبر الشهر الحالي هو لا يأتي من فراغ، نظرت له إيران انترناشنال أيضا بجدية. فما رأته إيران انترناشنال ببساطة هنا مع الاندبندنت العربية بأن هنالك فكرة لإضعاف الكرد بشكل عام لأنهم حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، يريدون طبعا ضرب الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة كما تحدثنا في إقليم كردستان. هذا الأمر سيؤدي إلى زعزعة هذه الأطراف، انسحابها وغيرها، وتركيا ستبحث أيضا عن ضمانات مع حزب العمال الكردستاني، متوقع أن لا تحصل على شيء. ستضرب أيضا حزب العمال الكردستاني بعد ذلك، وبالتالي حكومة إقليم كردستان هنا ستصبح لديها مشكلة في النفوذ والقوة. فبالنسبة للأطراف الإيرانية الكردية المعارضة وحزب العمال الكردستاني تعطي نوع من النفوذ والقوة لإقليم كردستان ليس فقط مع بغداد لكي يناقشوا مثل هذه المسائل المهمة للغاية الجيوسياسية، ولكن أيضا يعطيها نفوذا على إيران، يعطيها نفوذا كذلك مع تركيا، تحقيق علاقات صفقات سياسية أو غيرها. إقليم كردستان من دون هذه الأطراف واستمرار الضربات طبعا سيزيد من الصراعات والانشقاقات الداخلية وسيؤذي الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذا حليف وثيق للغاية للولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك مسألة كركوك صدق أو لا تصدق أيضا ذكرت بهذه التقارير، ورأت هذه التقارير بأن هنالك هدفا أيضا لإضعاف الكرد هنا. وأيضا نرى الاشتباكات التي تحدثنا عنها في محافظة دير الزور بالدرجة الأساس هي أيضا تأتي في محاولة تستغل طبعا لإضعاف الكرد بشكل عام وقوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي التواجد الأمريكي سيكون في خطر إن كانت في سوريا وإن كانت في العراق. وهنالك تحرك مثير قد نشرت عنه معلومات اليوم تحديدا ومرتبط بقاعدة عين الأسد الموجودة طبعا في الأنبار. هنالك تفاصيل مثيرة للغاية قد نشرت من قبل العربي الجديد التي نشرت بهذا الشكل. طبعا التفاصيل التي جاءت من العربي الجديد هي مرتبطة بزيارة تحدثت عنها وكالة الأنباء العراقية، عن زيارة تمت من قبل وفد عراقي مهم رفيع المستوى عسكري أبرز القيادات العسكرية الموجودة في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. وطبعا هذه الزيارة كما تلاحظون جاءت برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي وكذلك نائب قائد العمليات المشتركة أو قيادة العمليات المشتركة العراقية. ذهبوا إلى قاعدة عين الأسد بعد كل الأنباء التي رأيناها عن تحركات أمريكية في المنطقة خطيرة تستهدف الحدود العراقية السورية والبوكمال وغلق الطريق وهذه الحدود بأكملها. جاء هذا الوفد يرى ما الذي يجري في قاعدة عين الأسد، ولسبب ما نشرت العربية الجديد اليوم تفاصيلا خطيرة للغاية مرتبطة بهذه الزيارة، وقالوا بأن في هذه الزيارة إن هذا الوفد اكتشف عددا من الأمور الخطيرة والأسلحة الهجومية الموجودة لدى القوات الأمريكية أو مستشارية التحالف الدولي في حقيقة الأمر الموجودين في قاعدة عين الأسد. مصدر عسكري هو الذي تحدث للعربية الجديد حول هذه المسألة. فالتفاصيل تحدثت بأنهم وجدوا طائرات طبعا من طائرات البلاك هوك، وكذلك وجدوا أيضا من مروحيات البلاك هوك ومروحيات الأباتشي، وجدوا أيضا الهامفيز أو الهامرز الأمريكية وهي أيضا موجودة في هذه المنطقة، رادارات وغيرها من الأسلحة التي تستخدم للمسائل الهجومية. وتحدثوا أيضا أن بعض القوات التي تم استبدالها مؤخرا والتي سمعنا عنها وأصبحت واضحة للجميع بأن الفرقة الجبلية العاشرة هي التي دخلت إلى العراق والتي دخلت لسوريا لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، هذا المصدر العسكري يقول بأن بعض هذه القوات هي قتالية، بالتالي قوات قتالية مع أسلحة هجومية. لماذا؟ وعلى هذا الأساس العربية الجديد
أوضحت بأن الحكومة العراقية حكومة السيد محمد شيع السوداني رئيس الوزراء العراقي سيقوم بمفاتحة السفارة الأمريكية بشأن هذه المعلومات الأسلحة الهجومية وما الذي يجري ولماذا الأمور مختلفة عن الاتفاق الذي جرى مع رئيس الوزراء العراقي السابق السيد مصطفى الكاظمي في عام 2021 حينما تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على تغيير وضع القوات الأمريكية في العراق من قوات قتالية إلى قوات استشارية ويجب أن تكون هنالك أسلحة دفاعية فقط والعمل استشاري بحت وبالتالي هنالك مخالفة لهذا الاتفاق الذي ستحاول الحكومة العراقية معرفة حقيقة هذه المعلومات وطبعا بعض المراقبين وجدوا بأن هنالك رغبة كبيرة للضغط على رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني من أجل اتخاذ قرار بإخراج القوات الأمريكية من العراق بسبب هذا ومخالفة الاتفاق الذي جرى بهذا الشكل مع رئيس الوزراء العراقي السابق وبالتالي هذه مسألة مثيرة للغاية لأنها قد تكون مفيدة للغاية بالنسبة للإيرانيين تحديدا فالقوات الأمريكية الموجودة طبعا تقريبا هنا في قاعدة عين الأسد فإن هذه القوات وإن كانت استشارية إلا أنها موقعها استراتيجي للغاية بالنسبة لهذه الحدود التي ترونها ألا وهي الحدود العراقية السورية وطبعا إن خرجت القوات الأمريكية أو مستشارية التحالف الدولي فهذا يعني بأن كل ما سمعناه من تقارير قوات أمريكية ورتل الأمريكية تتجه باتجاه القائم البوكمال أو أن هنالك تحشيدات للتقدم بهذا الاتجاه وغلق هذه الحدود كل هذه لن تتم بفاعلية كبيرة إن لم تكن قاعدة عين الأسد حاضرة من أجل عمليات المراقبة وغيرها التي ممكن أن تأتي طبعا من الداخل العراقي وبالتالي الإيرانيون سيكونون سعداء لرؤيتي بأن ممرهم من طهران إلى لبنان سيستمر من دون أي مشاكل على مستوى العناصر على مستوى الأسلحة وغيرها لكن الولايات المتحدة بشكل عام تراقب ما يجري في هذه المنطقة هي تراقب الحدود العراقية السورية وأيضا أن هنالك تحليقا باتجاه قاعدة التنف التي تأتي في المثلث الحدودي بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وكذلك سوريا فعلى سبيل المثال كانت هنالك تسجيلا وتسجيلا واضحا على الفلايت رادار 24 لظهور طائرة KC-135 Stratotanker وهي من طائرات تزويد الوقود الأمريكية المعروفة ظهرت يوم أمس بهذا الشكل وهي تحلق هنا في الداخل العراقي كما ترون وهذه الطائرة تحليقها هنا بالقرب من قاعدة التنف هو يعني ببساطة بأنك قد تكون أمام طائرات استطلاع أو استخبار أمريكية موجودة في هذه المنطقة أو حتى طائرات مقاتلة تتخفى طبعا عن الرادارات بشكل مباشر وفي نفس الوقت ظهرت أيضا هذه الطائرة التي ترونها ألا وهي RC-135U Combat Scent وهي من الطائرات التي تقوم بعمليات تحليلات استخبارية على الأرض لرؤية ما الذي يجري على الأرض وتضع تحليلات حربية مهمة تستفيد منها الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الفلايت رادار هذه الطائرة اليوم كانت تحلق فوق الأجواء العراقية كما تلاحظون دخلت بهذا الاتجاه لنقترب ستلاحظ بأن التحليق يأتي باتجاه الحدود العراقية هذه الحدود العراقية وبالتالي ذهابا وإيابا قد يعني لتحليل الوضع وما يجري من توترات طبعا داخل هذه الحدود بشكل عام طائرة مهمة للغاية وبالتالي هذه الطائرة أيضا يجب أن ننتبه بأنها كانت قد دخلت بحسب تسجيل الفلايت رادار كما تلاحظون 24 جاءت من البحر المتوسط ودخلت إلى الأجواء العراقية وقامت بما قامت به وأيضا في نفس الوقت بأن قسد وللمفاجأة هنالك كثير من التقارير المتضاربة وإذا كانت قسد تتقدم على العشائر العربية والعشائر العربية تتقدم على قسد في حقيقة الأمر المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن قوات سوريا الديمقراطية هي التي تتقدم في هذه المعارك وفي هذه المنطقة فهذه هي البصيرة كما تحدثنا وهذه هي الشحيل وأيضا في نفس الوقت بأن هنالك ذيبان أو بلدة ذيبان المهمة للغاية التي تتواجد فيها العشائر العربية وأيضا في نفس الوقت هذه هي المنطقة الأخرى ألا وهي الحوايج وقوات سوريا الديمقراطية طبعا كانت قد تقدمت بحسب التفاصيل التي هي قادمة من المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن قسد تقدمت
إلى البصيرة، وتقدمت أيضا إلى الشحيل، وتقدمت أيضا إلى الحوايج، وهي الآن في مرحلة اشتباكات كبيرة في هذه المنطقة، في منطقة ذيبان التي تعتبر مسافة ما يقارب 6 كيلومترات كما تحدثت هذه التفاصيل. والمثير أن قوات سوريا الديمقراطية قالوا بأن في البصيرة تحديدا لن تكون العشائر العربية هي التي تقاتل، وإنما كانت الفصائل المسلحة المقربة من إيران هي التي تقاتل، ليسوا من المقاتلين المحليين. وهذه أيضا مسألة مثيرة عن طبيعة ما ممكن أن يتطور في هذه المسألة، وبالتالي كيف ستحل هذه الأمور قد تكون لا نعلم، لا بد أن ننتظر كيف من المفاوضات ممكن أن تحلها، أو ممكن للمعارك أن تستمر في ظل هذه التطورات. ولكن قوات سوريا الديمقراطية لو لاحظنا ولو سيطرت على هذه البلدة، فأنت ستلاحظ بأنهم تقدموا وسيطروا على شرق نهر الفرات بأكمله، وبأنك هنا أمام الميادين التي تتواجد فيها الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وهي مسألة مهمة رغم عدم وجود أي إعلان رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية حول هذا الصدد وبهذا الصدد، إلا أن هذه قد تكون كفيلة بتحقيق كل التقارير التي رأيناها خاصة في السابق عن غلق الحدود العراقية السورية. وبالتالي إن سيطرت قسد على شرق نهر الفرات ضد العشائر العربية، سيفتح لها الباب أيضا في المستقبل للسيطرة على الميادين. وهنا ترى بأن الطريق الذي يأتي من ألبو كمال مباشرة إلى الميادين سيقطع، ولا فائدة من هذا الطريق بعد الآن، لأنه سيقطع الطريق على دير الزور بأكملها، والمنطقة سترتبك. وقد ترى فجأة قوات سوريا الديمقراطية في المستقبل تقوم بعملية في داخل هذه المنطقة. بالتالي هي تفاصيل مثيرة للغاية، صراع يأتي كبير في سوريا من قبل قوات سوريا الديمقراطية، العشائر العربية، تدخلات خارجية. هل ستنتهي هذه المعركة؟ هل ستنتصر قوات سوريا الديمقراطية؟ ما الذي سيحدث مع العشائر العربية؟ ومن سينتصر في استغلال هذه النزاعات؟